بسم الله، ربنا اجعلنا دالين إلى فعل الخيرات يا كريم يا رب الأرض والسماوات. يقول إمامنا علي كرم الله وجهه: لا يكن أهلك أشقى الناس بك. إذا كان أنت الأقربين شقيتهم، فكيف يكون حالك مع الذين الأبعدين؟ يعني مش كون شؤمك وإساءتك إليهم تكون أكثر إيلاما وأكثر تحزينا وهلمة. يقول كذلك سيدنا علي كرم الله وجهه: لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من يصانع، ولا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. لا يصانع يعني ما كما تكون انت ما يمثلش، ولا يضارع ولا يتبع المطامع. احنا مش ما طامعين، احنا غنانا الله بالاسلام، فكيف من الاسلام ان يغنانا والايمان يزاد غنى لنا، والاحسان اللي بلغنا به قمة الغنى. اذا احنا لسنا طلاب دنيا، واللي ماشي في باله احنا طلب الدنيا ويحاربنا ولو جينا يلقطنا ويتهمنا بما لم نصنعه ونفكر فيه، عليه وزر كل وزر، لأنه ظلمنا واتهمنا بسوء الأخلاق. نحن أهل معالي الأخلاق، نسأل الله الخلاق أن يزيدنا من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والسلام.